أنا بعدني لهلأ مش عارف ليش جايبيني على العراق. ما العراق حلوة يا بيي. يحلى وبرك أنت يا بيي. من امبارح احكي لك وقلنا لك بدنا نفتح خط على العراق لتصدير البط. شو بك؟ شو بطاطي وبديش تاجر فيهم الا باسيا. وها لك يا بيي، ما العراق باسيا. شو بك؟ شو يا بيي؟ مبين مطشطش بالمره. له يا اخوش يا بيي. انت يا اخو المن. روح شوي اسمعني، العراق مليانه مصاري يا بيي. ايه ما انت ما عم تقبل تورطنا. قلنا بنعمل شيء قرشين بعراق. قرشين؟ ما طلعنا خيك لتعندي قرشين هالقد قدهم، مش عم تشبعوا يا بيي؟ ماشي روح خلينا نوصل وبنحكي. ها هينا صرنا قراب. ليك هيدي الارما مكتوب عليها محافظة نينوى، يعني وصلنا. يعني نينوى؟ هلا بتشوف الشغل والمصاري رح تلعب لعب يا بيي. لوين رايح يا بيي؟ ما تخاف يا بيي، ما تخاف. ايه ما تخاف، نحن معك يا غالي. جلبيني على الدواعش على العراق لتخلصوا مني؟ تحيا اخوي يا بيي. تحيا اخوي. لك ايه خلصنا بقى، بدنا نورط هالورتة. هيدا بيي اللي قلنا لكم عنه. ارجع هنا، ارجع. بيي مع النظام بسوريا وبحب الايرانيه كتير. ايه وبمد بالروس كمان. انا ايه انت؟ انتوا بتحبوا النظام بسوريا وانتوا مع الايرانيه وانتوا مع الروس. نحن ايه. ولا يونس مش انت قلت لي بس ما تفرش بيتك؟ كل مره بقول لك بتجيب لك سجاد عادي للبيت بتقول لي لا بديش الا سجاد عجمي، مزبوط ولا لا؟ ايه مزبوط، لانه السجاد الايراني احلى سجاد بالعالم. مين بيكون بحب الايرانيه؟ وانت يا وهيب يا بغل، مش انت بتقضيها بالسوبر نايتات بالمعاملتين راكد ورا البنات الروس ولا لا؟ بلا يا بي، اطيب شي بنات الروس. شفت مين يعني بحب الروس، انا ولا هن؟ وليكو شو اسمها الغنية تبعت سوريا؟ سوريا وحامية الله وسوريا بشار الله وسوريا بشار. مين بيكون بحب النظام وبحب الروس وبحب الايرانية؟ هذا اسمع، خذ هذا السلاح واعدمهما فورا. انا ابو حنظلة الجولاني، أكبر تاجر سلاح بدولة الخلافة، زوج الحورية سعاد أبو الوفا. بدكم تورطوني؟ صدقتوا؟ صدقتوا؟ أنا سيمون أحمد عزرائيل، أكبر تاجر بط بآسيا، زوج العاهرة سعاد أبو الوفا. أنا من عمل حلف بغداد، بدكم تورطوني بالعراق؟ هيا أخوش معرفشين على سد الموصل؟ هيا أخوش وانت يا أخو المد.